المباراة اللي فاتت الأهلي وسان داونز برضو. كابتن أسامة إزاي حضرتك بتشوف الماتش كان غير الشق بتاع الأخطاء التحكيمية دلوقتي هنتطرق ليها في الآخر، لكن كأداء البعض خليني أقول لحضرتك يعني من اللي كان بيتابع المحللين الرياضيين، أنا قريت بعض التحليلات، البعض كان بيرى إن هي أهداف يعني فردية وليست جماعية بينقص الأهلي اللعب الجماعي، البعض الآخر بيقول لا دول هدفين يعني رائعين جدا، كان في ضغط على اللعيبة، كان في اضطهاد إلى حد ما من قبل الحكم، فده كان أفضل ما قد يعني يصل إليه لعيبة الأهلي. فحضرتك بترجح أو بتشوف المشهد إزاي؟ اولا ببارك لفرقه النادي الاهلي والجهاز الفني وجماهيره على النتيجه. النتيجه اكتر من رائعه بالنسبه لي انا، يعني كواحد لعبت الماتشات دي كتير ودربت برضو سنوات كتيره وما زلت، يعني نتيجه رائعه انك تكسب 2-0 في ملعبك مع فرقه كبيره زي سان داونز. يعني قبل المباراه ما كنتش اتمنى اكتر من كده، فالنتيجة على جنب أكتر من رائعة تاني. لكن هو فعلا الأداء ما كانش بدرجة جيدة، تيم وورك نقدر نقول يعني، وخاصة في الشوط التاني. يعني الشوط الأولاني الشوط الأول إلى حد ما في بعض الأوقات بنعرف نضغط على الخصم كويس، في بعض الأوقات بيبقى فيه هجمات فيها خطورة. طبعا طاهر احرز هدف رائع جدا، ولكن اداء الشوط الاول ما كانش على المستوى المطلوب وتراجع الاداء اكتر الشوط الثاني. فهو ده يمكن اللي بيقلق الناس شويه، انه الاداء ما كانش ما كناش في احسن حالتنا. ثانيا عدد اللعيبه اللي كان فايق في المباراه كان قليل، يعني عدد اللعيبه اللي كان فايقين في المباراه قليل. يعني تقدر تقولي الشناوي طبعا هو نجم المباراه، ديانج اكتر من رائع، بعد كده في تباين قوي بين بقيه اداء اللعيبه. يمكن كان عندنا اصابه في يعني في الدفاع تحديدا، مصابي الدفاع طبعاً. الاربعه الاساسيين يعني كان عندنا طبعا مشاكل. لا ما طبعا ما في في مشاكل من ضغط المباريات دي واضحه، عدد المباريات اللي لعبناها كبير جدا بالنسبه للدوري وافريقيا. لكن انا بتكلم على تحليل الماتش نفسه بالنسبه لوجهه نظر النقاد او الجماهير. يعني في بعض الناس حاولت كتير، يعني هاني بيحاول وكان بيضغط على نفسه وكده، لكن برضو ما كانش في احسن حالاته. ايمن اشرف واضح انه متاثر بالاصابه اللي عنده شويه. عمرو السولية برضو كان الجهد عنده كان قليل شوية، كان مش في أحسن حالاته. فهو تقريبا الفوقان كان من ديانج والشناوي إلى حد ما بدر بنون الشوط الثاني. ده تقريبا عشان كده أنا بقول المباراة الثانية ما أعتقدش النادي الأهلي حالة اللعيبة هتبقى بالمستوى ده. أولا الهدف الثاني ادى ثقة كبيرة جدا، واعتقد ان هو الهدف اللي ان شاء الله هيوصل النادي الاهلي للدور قبل النهائي. الهدف الثاني تحديدا صلاح محسن، يمكن البعض برضو شاف ان هو استغل الخطأ اللي كان من حارس المرمى بتاع سان داونز واحرزها في الوقت كمان المناسب، يعني دي كانت او ده كان المشهد اللي احنا فعلا شفناه، استغل اللحظة الصحيحة. مظبوط، هو الشوط الثاني معظمه كان استحواذ من فرقه سان داونز، بعض الخطوره لان هما برضو ما كانوش خطيرين بالدرجه الغير عاديه، هما كانوا خطيرين في الضربات الثابته. يعني اكتر حاجه كانت خطر في على مرمى الشناوي هي الكورنرز والفاولات، بيعملوها كويس قوي، وعندهم لعيب اسمه متوبة رقم 19 متميز جدا، ولذلك لازم لعيبه النادي الاهلي في مباراه العوده ياخدوا بالهم جدا من اللاعب دوت، لانه كل الضربات الثابته اللي بتتلعب جوه ال 18 بياخدها. يعني في عمل واحده في القائم، عمل واحده جنب القائم، عمل واحده على الارض الشناوي جابها ببراعه. فهو تقريبا كانوا بيلعبوا في غيابات عندهم يعني للاعيبه اساسيه. زواني ده فرويد هايل جداً يعني وسريع، ما كانش بيلعب.
لكن انا بتكلم على المباراه الاولى الاول اللي استحواذ الشوط الثاني كان من فرقه سان داونز، لكن الخطوره ما كانتش كبيره قوي. الهدف الثاني جه في توقيت مثالي واكثر من رائع انه جه في التوقيت دوت، وان شاء الله هو الهدف ده اللي هيكون مفتاح الفوز في مجموع اللقاءين. لانه لما بتروحي في مباراه وانت كسبانه 1-0 غير خالص لما بتبقى كسبانه 2-0. صحيح. والحمد لله برضو ان هم ما قدروش يجيبوا هدف هنا في القاهره. كانت الامور هتصعب علينا، لكن ان انت رايحه 2-0 اولا هتدي ثقه اكتر للعيبه، هتدي موسيماني نفسه ثقه انه يفكر باسلوب مختلف عن لو كانت النتيجه 1-0. هتدي استعجال لفرقه سان داونز، لانه لما ببقى انا مغلوب 1-0 وبلعب عندي امل ان انا هجيب الجون في اي وقت ان شاء الله الدقيقه 90. لكن دلوقتي لما بيبقى 2-0 الامر اصعب، الضغوط بتبقى عليها اكتر. صحيح. ببقى مستعجل ان انا احرز الهدف الاولاني، فكمان هتفتح خطوطهم في الخط الخلفي. صحيح. اللي هو اصلا عندهم مشاكل فيه، عندهم اتنين اللي هو موسى نيبوزا وريكاردو دوس سانتوس، ده عندهم بطء، وبالذات دوس سانتوس بطيء رغم ان هو لعيب كويس بطيء، فالمساحات هتتفتح عندهم ورا عشان يحاولوا يعوضوا الهدفين. اعتقد ان هتبقى في فرصه كبيره للاعيبه النادي الاهلي انها تستغل المساحات اللي هتبقى في ظهر الخط الخلفي عندهم، وممكن نحرز اهداف هناك. ولو احرزنا هناك هدف على الاقل الامور هتبقى شبه يعني طبعا ما فيش شبه مستحيل في الكوره، بس يعني هتبقى صعبه عليهم جدا جدا، لان ساعتها لازم يجيبوا 4 اهداف. فانا بقول ان الهدف الثاني بتاع صلاح محسن فرق هو مفتاح. صحيح. ان شاء صحيح. الله المكسب هناك. نتمنى ده. للاسف هم بيقولوا لي الوقت بينتهي، انا كنت لسه عايزه اروح مع حضرتك لنقاط كثيره، لان كمان على الصعيد الثاني او الشق الاخر هم كانوا بيتحدثوا بقى، نتكلم هنا بعض الصحفيين في جنوب افريقيا، ان هم طبعا في استياء كبير جدا بعد النتيجه، وان هم ما كانوش متوقعين قوي هذا او هذه النتيجه، لكن اداء الاهلي كان الى حد ما مبهر. وفكره كمان ان بنتكلم على موسيماني هو المدير الفني للاهلي، هو درب يعني فريق سان داونز، وفي لعيبه كانوا لحد دلوقتي موجودين من اللي دربهم باتسو موسيماني، فاعتقد يعني كل دي نقاط تحسب لصالحنا. فكان في كلام، ولكن على كل حال انا عايز اختم مع حضرتك بتعليق سريع على الاخطاء او الخطا التحكيمي تحديدا مع محمد شريف وحارس المرمى، لان يعني ده يعني بالعين المجرده وحتى مش محتاج لفار. اول تعليق بالنسبه لي على الموضوع ده، انا مستغرب جدا ازاي الاتحاد الافريقي مش سامح بوجود الفار. بالظبط. هو بيقول فيما يعني فيما سيالي هيكون فيه، بس طب اللي فات يعني الحكم طبعا وقع في اخطاء تحكيميه، لكن انا من وجهه نظري هي ابرزها ضربه الجزاء. صحيح. اللي هي مع الحارس في ظهر محمد شريف. ويمكن انا وانا بتفرج على الماتش في الوهله في اللحظه الاولى توقعت ان هي مش ضربه جزاء انا كمشاهد، ولكن لما تعادت هي الفكره في ايه، ان الكره قبل ما توصل لايد حارس المرمى هي كانت عدت محمد شريف، ولكن هي قبل ما توصل لايد حارس المرمى هو استعمل الحذاء في ظهر محمد شريف، فهي دي تبان اكتر في الفيديو. يعني هو الحكم اخطا طبعا، واللي اكتر خطا من الحكم هو مساعد الحكم، لانه الحكم تحركه يمكن كان في شيء من الخطأ، ولكن محمد شريف كان ظهره يعني الحكم مواجه لمحمد شريف بالظبط، فممكن ما يشوفهاش قوي. أيوه. لكن اللي يشوفها أكتر المساعد، وكمان لو في فار في الإعادة كانت تبقى واضحة جدا. فهي دي أكتر خطأ الحكم وقع فيه، مع بعض الإنذارات طبعا اللي كانت غير مستحقة يعني غير مستحقة. فنتمنى ان شاء الله ان التحكيم هناك يبقى عادل ويدي النادي الاهلي حقه. صحيح. وكمان لازم الاتحاد الافريقي يستعمل الموضوع الفار من اول مباراه حتى في دوري المجموعات. صحيح. دي اهم حاجه، ونتمنى التوفيق لفرقه النادي الاهلي. وتاني ان شاء الله وتاني بقول انه الاداء اعتقد انه هيبقى احسن من كده، واللعيبه هيأدوا باداء
افضل على المستوى الفردي والجماعي ان شاء الله. ان شاء الله.